من اولى الحاجات اللي في حياتي بعملها اللي انا بستضيف فضيله العالم الشيخ الجليل الشيخ احمد صبري عشان ان شاء الله نتكلم فيها عن فضل يوم عرفه وفضل الاضحيه ونتكلم عن حاجات كتير جدا بتخص عيد الاضحى باذن الله. معانا ومعاكم فضيله الامام طبعا الشيخ احمد صبري اللي منورنا وبعتز على المستوى الشخصي اللي انا بمعرفتك والله. حبيبي يا شيخ محمد ربنا يسعدك، اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازي كل سنه حضرتك طيب؟ الحمد لله والصحه والسلامه. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. كلمنا بقى عن فضل اليوم الجميل ويوم عرفه ويا رب ان شاء الله نقدر نفيد الناس كلها النهارده وبتمتع الناس زي بقى بعتك يعني. خلينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. يوم عرفه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان احنا غير الحاج بيصوم اليوم ده. تمام. احنا طبعا الحج السنه دي بالذات مختلف عن كل الأعوام الماضية. السنة دي بس هو يسمح لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية بالحج بعدد قليل منهم علشان الفيروس المنتشر، ويا رب يا رب يا رب ببركة الأيام دي وبركة اليوم ده يا رب إن يرفع الوباء ويدفع الداء وينزل الشفاء يا رب. اللهم آمين يا رب. لأنه فعلا إحنا كلنا يعني كنا السنة اللي فاتت كنا مع بعض في الحج، صحيح، أنا والشيخ أحمد صبري كنا يعني أصدقاء في الحج. صحيح. كان من أمتع ربنا يعيدها تاني إن شاء الله. الشيخ أحمد المتعة بتاعت الحج تسمع عنه كتير زي المدينه بالظبط، كنت اسمع عنها كتير، لكن لما لمست الموضوع ده لما عشت هناك الروحانيات مختلفه تماما جدا، وانت مهما تكلم الناس عن الحج وعن مناسك الحج وعن يوم عرفه حاجه، وانك تعيش الحدث جواه تبقى حاجه تانية خالص. تفسيرك ايه يا شيخ احمد؟ معلش انا هخش النقطه ديت عشان بما اننا كنا في الحج السنه اللي فاتت، تفسيرك ايه اللي حصل في يوم عرفه السنه اللي فاتت؟ خصوصا انا في حياتي ما شفت كده الغزي ده ما حصلش. احنا في السنين اللي فاتت كلها على مدار يمكن ال 30 سنه الماضيه ما حصلش اللي حصل في يوم عرفه العام الماضي. احنا بعد صلاه الظهر بالظبط احنا بنصلي بنخطب خطبه عرفه وبنصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبنتغدى وبنستعد بقى ليوم عرفه، لان يوم عرفه هيبدا بعد الغداء بقى يعني قبل العصر بشويه كده. واذا بالمطر الشديد جدا اول مره ورعد وسيول كل حاجه، ميه خير عظيم جدا. ده كان كنت فعلا بسمع بكاء الناس بدرجه صحيح. صحيح. في اخر يعني ما شاء صحيح. الله كله ساب اللي في ايديه. صحيح. يعني بصراحه يعني كانت علامه مصر. كانت علامه رضا يا رب، اللهم اعد علينا هذه الايام يا رب بخير وبركه يا رب. اللهم امين. فيا رب ان شاء الله العام القادم بقى نكون صحبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله مولانا، باذن الله يا رب، ويكتبها لكل مشتاق يا رب ان شاء الله. يا رب. ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى اليوم ده بيوم عرفه؟ لانه سيدنا ادم عليه السلام قيل بانه لما نزل على الارض عرف المناسك اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها له على في المكان ده. تمام. وقيل بانه سيدنا ادم التقى بحواء بعد ما نزلوا على الارض على هذا المكان. تمام. وقيل بانه سيدنا ابراهيم عليه السلام تلقى الاوامر وعرف المطلوب منه ويعمل ايه بالضبط في الحته دي، فسميت عرفه بهذا الاسم لان سيدنا ابراهيم عرف ما يطلب منه. مش ربنا قال له اذن في الناس بالحج؟ قال له ما عنديش المقدره ان انا ابلغ كل الناس في الارض. قال له انت تنفذ وخلاص، اذن وعلي البلاغ. فسيدنا ابراهيم نادى ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، فاذا بكل الناس في ارحام امهاتهم واصلاب ابائهم يردون لبيك اللهم لبيك. فالعلماء يقولوا اللي لبى مره يحج مره، واللي لبى مرتين يحج مرتين. تمام. واللي لبى 10 مرات يحج 10 مرات. وقالوا ان كل واحد لبى بعدد تلبيته هيحج عدد سنين. يا سبحان الله يا سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. قول لي فضل اليوم بقى، الصيام نفسه. النبي علمنا انه صيام يوم عرفه لغير الحج، لان احنا كحجاج بنبقى فاضلين، لانك بتبقى مشغول، لانه اجهاد اجهاد شديد جدا، بس تبقى امتع اجهاد في حياتك. ممتع. احلى يوم بتعيشه هو يوم عرفه ده. النبي قال لغير الحج احتسب على الله ان يكفر سنتين، السنه الماضيه والسنه اللي جايه. هل بيكفر كبائر وصغائر؟ يعني هو بيكفر الذنوب الصغائر. صغائر. لكن الكبائر لو فيه توبه وفيه اصرار ربك بيغفرها. لانه احنا عندنا عايزين نعلم الناس انه عندنا في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى اي حد ان الله يغفر الذنوب جميعا، بس عايزه من جواك اصرار. أيوة. عزيمه، ندم، توبه، ان لو المظلمه دي تكون في حق واحد اردها له تاني. على تسويف ان طب بكره اتوب. بكره اتوب. طب ما انت ممكن بكره يجي وانا مش موجود اصلا. صح. وممكن قلب الواحد يغلق فما يعرفش يتوب تاني، لان الواحد الله. هيتوب لما قلبه يصحى،
لما قلبه يفوق كده من المعصية اللي عملها. طب ممكن واحد يعمل معصية وقلبه ما يفوقش، يفضل نايم في المعصية. تقول ايه للناس دي يا مولانا بقى اللي بتيجي تعمل معصية اول مرة فبتحس ليها حاجة من الكبائر، وانا ازاي عملت كده، وتحس ان هو بيندم. يجي يعملها تاني فيحس اللي هو بس مش بنفس النبل الاول، يعملها كذا مرة يلاقي نفس الموضوع بقى عادي بالنسبة له. ألف المعصية، ألف المعصية. زي ما حضرتك تروح مكان كده فتقوم تروح اول مرة بتبقى ايه، خايف كده. فاكر اول مرة طلعت في الاستوديو ده؟ يوه ده رعب، عمال تبص يمين وشمال. بعدين تاني مرة بدأ تاخد نفس المكان، بدأ جسمك وبدأ عقلك وقلبك يتأقلم على الاستوديو. ده نفس الوضع بالظبط. قلب الواحد لما يقع في معصية بيلومه، نفسه تلومه في الأول، وقلبه ليه انت عملت كده، وبعدين يعملها فيألفها، يعملها نعوذ بالله من ذلك. فأي حد بيعمل معصية وبيرجع يتوب ويستغفر الله وربنا يتوب عليه. ما شاء الله.